السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناة أم محمد. إذا كانت أول مرة تشوفوا القناة، أتمنى الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس على الكل حتى تصلكم الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. وكمان يا ريت ما تنسون من اللايك، أكون جدا شاكرة وممتنة، ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الواتساب الفيسبوك، المهم تساعدونا في نشر الفيديو. وخلونا نشوف ان شاء الله فيديو اليوم زي ما شايفين اللي هو التخلص من شعر الوجه على طلب بعض الاخوات، وكمان حنضيف له خلطة جميلة جدا جدا للنعومة، نعومة الوجه، وحتضمن لك انه ما تجي حبوب بعد ازالة الشعر. المهم خلونا نبدأ ان شاء الله. قبل ما نبدأ ذكرت انه عملنا مجموع على الواتساب على طلب عدد كثير جدا جدا من الاخوات، طبعا الجروب الواتساب للاخوات فقط، حاطب لكم ان شاء الله رابط الجروب او المجموعه في التعليق المثبت، وحنشره كمان على المنتدى. وخلونا نشوف ان شاء الله الفيديو. المكونات جدا جدا بسيطه وسهله، اللي هي هنحتاج كيس واحد فقط من الجيلاتين، طبعا جيلاتين حلال اللي هو ده جيلاتين خلاص. هنحتاج كمان ملعقة واحدة، اصلا هو ده الكيس بيجي فيه 10 جرام اللي هي ملعقة طعام كبيرة واحدة خلاص. هنحتاج منه لكيس واحد فقط، وحنحتاج لملعقتين من الحليب الساخن المغلي خلاص. وخلونا نثبت معلومة في الاول انه الخلطة دي حشيل لك شعر الوجه اللي بيكون دقيق وناعم، يعني ما حشيل الشعر مثلا طويل وكده، لا حتشيل فقط او حتزيل فقط الشعر الدقيق الناعم اللي هو بيكون فوق الشفايف وعلى الجوانب تمام. خلونا نشوف ان شاء الله الطريقة. في البداية هنغلي الحليب كويس جدا وارجع لكم ان شاء الله. اول خطوة هنفتح الجيلاتين ونضعه على الاناء، بالضبط هو 10 جرام اللي هي ملعقة طعام كبيرة خلاص. هنضيف ملعقة صغيرة من الكركم، ونحرك كويس. بعد كده هنضيف الحليب، وزي ما قلت لكم لازم يكون ساخن جدا. هنضيف ملعقتين من الحليب واحدة، هنضيف الثانية. ونمزج المكونات كويس جدا. وطبعا لازم تمزجي بسرعة خالص حتى انه الجيلاتين ما يتكتل معاكي. اذا تركتيه يعني يبرد او يتكتل بصراحة ما حيشيل لك اي او ما حيزيل اي شعر. كده خلاص ده الغوا احنا عايزينه يكون خفيف، شايفينه؟ بعد كده هتضعيه على وجهك على بشرة نظيفة وجافة. طبعا هتضعيه على وجهك طبعا، وحتى ممكن اذا عايزة في الشعر اللي بيكون في عقل الاصابع ممكن برضو تضعيه. وزي ما شايفينه هو بيجمد بسرعة، فعشان كده لازم تكوني حريصة جدا انه قبل ما يتجمد تكون وضعتيه على بشرتك. هتتركيه على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى ما يجف تماما، وهيتقلع معاكي زي الماسك. نتركه على البشرة لحد ما يجف، وبعد كده ان شاء الله ارجع اوريكم الخطوة الثانية. لما تعمل الماسك ده على وجهك يا ريت مكان الجبهة تعملي الماسك من أسفل لأعلى، حتى إنه تتفادي التجاعيد والخطوط التعبيرية، خاصة إنه الماسك ده بيشد البشرة جدا. بعدين ده أقول لكم إنه الماسك ده بيزيل الرؤوس السوداء، بيزيل البثور برضو بجدل جميل 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 شديد، يعني اصلا لما تعملوا حيتفاجئوا والله.
يلا المسافه دي مسافه القناع جف، نقوم نجهز الخلطه الثانيه اللي هي زي ما قلت لكم بتقلل بنسبه 80% من نمو الشعر. مع الاستمراريه يعني حيخف خالص. هنحتاج في الوصفه دي لي دقيق الرز، تجيبي رز عادي جدا تحنيه خلاص انا عندي جاهز اصلا خلاص. هنحتاج دقيق الحمص، الحمص اللي هو الكبكبي. دقيقة بس اوريكم بس لتأكيد المعلومة، الحمص اللي هو ده الكبكبي خلاص. هتاخدوا منه حتى يكون عندك جاهز يعني لفترة طويلة، وخدوا منه نص كوباية او كوب حسب يعني المتوفر عندك خلاص. بعد تطحنوه تخلوه جاهز عندكم زي ده كده، لانه بجد دقيق الرز ودقيق الحمص الاثنين مفيدات جدا للبشرة، فخليهم جاهزين عندكم خلاص. هنحتاج الخلطة دي، في الخلطة دي زي ما قلت لكم دقيق الحمص ودقيق الرز، وهنحتاج قليل من الكركم. الخلطة اصلا جاهزة عندي هنا، بس يجف القناع واجي اوريكم طريقة الخلطة هتكون كيف وطريقة استخدامها ان شاء الله. بعد مرور 30 دقيقة الماسك يكون خلاص جفة، بتجي تزيلوه من الجوانب، طبعا بالنسبة للوجه تزيلوه برضو من الجوانب. بس خلينا اقول لكم انه لما تضعيه على الوجه، لما تجي منطقة فوق الشفايف يا ريت يعني تضم شفايفك حتى انه يعني تضعي الماسك كويس، اللي هو ده بيطلع معاكي بكل سهولة. لازم تخليه يجف تماما يعني زيه زي اي ماسك مشتريه من السوق خلاص. فبياخد معاه شعر عقل الاصابع خلاص، اللي هو ده بيطلع بكل سهولة خاصة لما يجف خلاص. حركة ضم الشفايف دي يا جماعة أثناء الماسك ضروري جدا حتى إنه يشيلك كل الشعر اللي في الوجه خلاص. بعد كده هتغسليه كويس جدا ونجي نعمل الخلطة دي. أنا صراحة زي ما قلت لكم مجهزاها، قصاد كله ملعقة من دقيق الرز، ملعقة من دقيق الحمص، ورشة من الكركم. دقيقة الحمص اذا ما متوفر عندكم، خاصة انه يعني صراحة هو غالي في بعض البلدان، ممكن تعملوا بدله دقيق القمح خلاص. وحناخد منه يعني بعد اذا جهزتيه كده حتاخدوا منه ملعقة واحدة، واذا الجسم كله يتعامل مثلا بينفع طبعا برضو لذات الشعر كامل يعني بالحلاوة طبعا باقي الجسم خلاص. فحناخد منه ملعقة واحدة ده يزال الوجه، ما اعرف كلامي ده واضح ولا لا، لكن كل ملعقه من دقيق الرز تقابلها ملعقه واحده من دقيق الحمص او القمح مع رشه من الكركم، ده في حال عملتيه وقتي. اذا حتجهزي كثير كده ممكن تجهزي انت الكميه اللي انت عايزاها. يلا اوكي، فهنا هجهز ملعقه واحده بس من الخليط اللي انا عاملاه. طيب هتجي يعني تحل الحاجات دي بشنو؟ بملعقة واحدة من الحليب خلاص، أو بالزبادي ممكن برضو، أو بالماء عادية. هتضيفي لي الخلطة دي ملعقة واحدة من أو ربع ملعقة من جوز الهند، خاصة دي بالنسبة للناس اللي بتقوم ليهم حبوب وعايزين نضارة ونعومة في الوجه او سواء في الجسم عامة. اما الخلطة دي يا جماعة بعد ازالة الحلاوة كده، اظنها تكون واضحة صح؟ طبعا هنمزج كويس جدا لحد ما تكون عندي عجينة خلاص. بعد كده هنضع على بعد نغسل طبعا هنضع على البشرة الوجه ونوريكم النتيجة النهائية. طبعا ممكن الخلطة الأولى دي كافية جدا إذا يعني بشرتك عادية وأمورها طيبة، لكن إذا عايزة يعني مزيدا من النعومة والترطيب هتعمل الخلطة الثانية دي، بجد حلو شديد وهتجربوها وتشوفوها بنفسكم. أنا صراحة أي خلطة يعني بثق فيها وبجربها فبحب أشارككم بها. الخلطة الجيلاتين دي صراحة أنا مستخدمها أكثر من سنة، قبل كده كان نزلت الفيديو لكن كنت عاملة الجمعة عاملاها بال القهوة
ممكن ما كنت عملته بالكركم. خلاص طبعا دي حتدلك زيها وزي الديلكا يعني، عشان كده انا زي ما بقولوا حركتها عادي. ف حتتركيها يعني حد ما تجيب شويه، وبعد كده تجي تفركيها. خلاص ارجع بقول لكم، الناس اللي بيعانوا من الحبوب تحت الجلد بعد ازاله الحلاوه اعملوا الخلطه دي، الخلطه دي الاخيره دي، خلاص جميله جدا وبيساعد بنسبه 70% من ازاله الحبوب، بالاضافه طبعا لصابونه الحنه. ان شاء الله حنتكلم في فيديو منفصل عن الحبوب تحت الجلد وخطوات مهمه لازاله الحلاوه، ازاله الشعر بالحلاوه ان شاء الله. كده خلاص الخلطه الثانيه جفت، فتفركيها كويس جدا. خلاص وزي ما قلت لكم الخلطه دي يعني بتقلل نمو الشعر بنسبه 80% خاصه مع الاستمراريه. بعد تفركيها طلعها خلاص من جسمك، بتغسلي وترطب جسمك باي زيت مرطب عندك، يفضل زيت لانه طبعا البشره يعني يا دوب فاتحه لانه ازلت منها الشعر، يفضل يا اما بزيت لوز او زيت زيتون، المهم اي زيت متوفر عندك ترطب بيه. بجد الخطوات دي مفيده جدا ومهمه جدا انه لعدم ظهور الحبوب في البشره بعد ازاله الشعر. بس ده كان الفيديو اليوم، اتمنى ان شاء الله يعني تجربه الخلطات دي بجد مفيده خالص ونتائجها باذن الله تعالى مضمونه. ودائما برجع اقول لكم يعني الوصفه لو ما جربتها وضمنتها ما بشارككم بها حتى انه ما اخسر الناس على الفاضي. يلا يا ريت تشاركوا الفيديو ده مع الاهل والاحباب على كل المواقع. اكون جدا شاكره وممتنه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني، والسلام عليكم ورحمه الله.